طبعا دي مباراة انتي الزمالك والزمالك وانبي. عواد وبلعوطي. بص يا ابراهيم هنا ده جول احمد كالوشة بتاع انبي على طول. اه طبعا ماشي. بص بص الوقفه، بص اقف هنا بقى، اقف هنا. الوقفه بتاعت عواد هنا مش مظبوطه يا ابراهيم. ليه بقى؟ انا عندي اللاعب بتاع انبي بيلعب برجله الشمال، وتعودنا ان بيلعب برجله الشمال يبقى الكره هتطلع لبره. التكنيك بتاع البوزيشن بتاع عواد هنا مش صح، في حراس مرمى كتيره يا ابراهيم في الكورنر ده بيواجهوا الكوره، لازم رجله الشمال تميل شويه يا ابراهيم. عارف لو رجل عواد الشمال مالت شويه يعني يبقى باصص بكيرف شويه هيقدر يتعامل معاها بشكل كويس. هي رايحه في حته صعبه جدا. بص البوزيشن بتاعه خليه يرجع لخط الجول خلاص، حتى لو الكوره في نص الجول يا ابراهيم هيردها تاني في نص الجول. البوزيشن ما كانش مظبوط لعواد. بص لم رجع لورا خلاص، هي الكره رايحه في زاويه بعيده بس رايحه من الاتجاه بتاعه، يعني رايحه من عنده اللي في الزاويه البعيده. بص هتبان من هنا هو رجع لورا، رايحه من عنده في الزاويه البعيده. بص هتبان من هنا هو رجوعه ورا خلاص، هو فقد الامل، البوزيشن الاولاني خلاه خلاص. بص الكره رايحه فين، هي تبان ان هي رايحه في البعيده جدا، رايحه في البعيده بس رايحه من اتجاه عواد اللي هو بوزيشن كويس، وعواد كمان من الناس بتاع الفوت ورك عنده كويس ويقدر يتعامل معاها برد فعل كويس.